رحل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتميز والريادة. ويعد الفطيم أحد أهم رواد الأعمال الذين عاصروا نهضة دولة الإمارات، وهو أول من غير مفهوم التسوق في منطقة الشرق الأوسط، حيث نجح في إبداع فكرة إنشاء مراكز التسوق ومجمعات الأسواق الشاملة على صعيد المنطقة. نشأ في عائلة تجارية، حيث كان والده وعمه يعملان في تجارة الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ. وبدأ الفطيم حياته العملية موظفا في بنك عمان الذي أصبح فيما بعد بنك المشرق، واستطاع أن يقنع والده وعمه في بداية الخمسينيات باستيراد 50 سيارة تويوتا تم بيعها وحققت لهما أرباحا عالية. بعدها سافر الفطيم إلى طوكيو في عام 1955 ليعود ومعه توكيل سيارات تويوتا الذي بدأ به عمله الخاص وحقق فيه نجاحا كبيرا لفت إليه الأنظار. وسرعان ما عرف عن ذلك الشاب جده وذكاؤه وقدرته على تحمل المسؤولية. وفي عام 1992 أسس ماجد الفطيم القابضة التي تمتلك وتدير 13 فندقا و28 مركزا تجاريا للتسوق، كما تمتلك أيضا رخصة حصرية لتشغيل سلاسل الهايبر ماركت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا. وتحفل قصة نجاح ماجد الفطيم بالعديد من الإنجازات التي جاءت نتيجة هذه الرؤية الملهمة. ونالت المجموعة أعلى درجة استثمارية BBB للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتدير المجموعة أكثر من 500 شاشة سينما في صالات فوكس سينما التابعة لها، بالإضافة لمراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها ماجيك بلانيت وسكاي دبي وآي فلاي دبي ودريم سكاي وسكاي مصر وغيرها. وحسب آخر قوائم فوربس لأثرياء العالم عام 2021 قدرت ثروة ماجد الفطيم بنحو 3.6 مليار دولار.